مرحبا بكم، هذا موجز للأنباء من موقع صحيفة القدس الإخباري في لندن. الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى المبارك أمام الفلسطينيين ويمنع طلاب المدارس وموظفي المسجد من دخوله، ويسمح لأفواج من المستوطنين اليهود المتطرفين بدخوله وأداء الصلاة هناك. وجاء اقتحام الأقصى صباح الأربعاء بعد أن فرضت سلطات الاحتلال قيوداً على وصول الفلسطينيين ودخولهم إلى المسجد منذ ساعات مساء الثلاثاء لتمكين المستوطنين من دخول الأقصى بمناسبة عيد العرش اليهودي. وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل يحث نظيره المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي على دفع خارطة الطريق السياسية قدماً، وذلك في محادثة هاتفية بحثا خلالها أيضاً الجهود التي تبذلها مصر من أجل ضمان الأمن وإعادة بناء المؤسسات القبطية التي طالتها أعمال العنف، وكذلك فرض الأمن في شبه جزيرة سيناء. ويأتي اتصال هاجل بعدما جددت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي دعواتها لمصر لكي ترفع حالة الطوارئ المفروضة منذ آب أغسطس وسط المزيد من الاعتقالات في صفوف مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف يعلن الأربعاء بعد إجراء محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق أن النظام السوري سلم روسيا مواد جديدة تشير إلى ضلوع مسلحي المعارضة في الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق في 21 من آب أغسطس. وقال ريباكوف أيضا إن روسيا لا يمكنها اعتبار النتائج التي خلص إليها مفتشو الأمم المتحدة إلا أنها نتائج مسيسة ومنحازة وأحادية الجانب. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقول الثلاثاء إنه يجب في نهاية المطاف أن يحدث تحول سياسي في سوريا يتخلى فيه الرئيس بشار الأسد عن السلطة في أعقاب اتفاق أمريكي روسي يهدف إلى كسب سيطرة دولية على الأسلحة الكيماوية السورية. طلب الرئيس السوداني عمر حسن البشير تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يثير جدلاً متزايداً ويتسبب بإحراج المنظمة الدولية وواشنطن. وقد أعلن ناطق باسم الأمم المتحدة الثلاثاء أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون يرغب في أن يتعاون البشير مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحقه مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب إبادة في إقليم دارفور. الرئيس الأمريكي أوباما يقول الثلاثاء إن الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني يريد فيما يبدو بدء حوار مع الولايات المتحدة، وإنه أي أوباما يريد اختبار ما إذا كان الأمر كذلك حقا. محامو صهري أسامة بن لادن ينهالون بالأسئلة على المسؤولين الأمريكيين بشأن عملية استجواب موكلهم سليمان أبو غيث في وقت سابق من العام في إطار سعيهم لمنع استخدام اعترافاته أمام المحققين كأدلة لإدانته خلال محاكمته المقبلة. وتصف السلطات الأمريكية أبو غيث بأنه ناطق باسم تنظيم القاعدة. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. تحية لكم وإلى اللقاء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.